يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من بولندا يقول: ما هي السنة إذا مات المسلم في بلد الكفار؟ هل الأفضل أن يسافر به لبلده للدفن هناك، أم يقبر في بلاد الكفار لتعجيل الدفن؟ إذا كان فيه مقبرة للمسلمين يدفن في مقبرة المسلمين ولا حاجة إلى نقله، أما إذا ما كان فيه مقبرة للمسلمين فينقل ضرورة، ينقل إلى أقرب بلد فيها مقبرة للمسلمين، أقرب بلد ينقل إليها. نعم.